نعرف وكل الشعب يعرف انه كان في النظام السابق انه الطلبه وكل الجامعات والمدارس تجهز بجميع القرطاسيه. في هذه السنوات اللي احنا مرينا بها اي قرطاسيه 50% ما توجد للطلبه، كل 4 طلاب قاعدين على رحله، مدارس كرفانات، واحنا ب 2019 2020 ما عندنا اي دوام بصوره صحيحه، ما عندنا طلاب ما جاي تستوعب الدروس لانه مزدحمه في الصفوف، المعلمين والمدرسين لا يستطيعون ان يوصلون الى اخر نهايه الطلاب حتى يعرفون انه طالب مفتي مدرس او ما مفتي مدرس، ما يعرف اي شيء، مجرد انه يطب بس بالمتقدم ويطلع. بحاجة الى مدارس 3 دوام ما تبيها، مدارس دوام نص دوام، كل الحقوق اللي مشروعة اللي مجانية للطلبة والمعلمين والهيئات التدريسية ما جاي يوفروها بصورة صحيحة. يعني هناك نقص في البنى التحتية كما تقول. البنى التحتية أصلاً مدارس دوم 3 دوامات، مدارس كربانات تخر على الطلاب. بالصيف درجة حرارة عالية، بالشتاء درجة برودة ورطوبة، والطالب ما يعرف شلون يكتب على الرحلة لأنه حتى رحلات ما موجودة، وأنا شخصياً متبرع ب 14 أو 15 رحلة من جيب الخاص إلى مدرستنا. أستاذنا العزيز، هل أنتم داعمون لأبنائكم الطلبة؟ نعم، نحن نعم داعمون لأبناء الطلبة بالسلمية، والمباراة تبقى سلمية، ولا نقبل على أي شيء يحدث داخل المباريات أو دون أي مصلحة عامة أو خاصة. نصيحتكم أخيرة لأبنائكم الطلبة؟ احنا ابناء الطلبه حتى لو يبقون ونوصل وياهم ندرسهم في العطله الصيفيه، نستطيع ان نعبر بهم الى بر الامان.